ومن الحرب في أوكرانيا إلى تجدد النزاع في ناغورني كاراباخ، فبعد انتهاك وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن اشتباكات جديدة اندلعت بين القوات الأذربيجانية والأرمينية صباحاً. يأتي ذلك غداة إعلان أرمينيا أن 49 من جنودها على الأقل قتلوا في الاشتباكات على الحدود، ما دفع روسيا والولايات المتحدة إلى دعوتهما إلى ضبط النفس. وتعليقا على عودة الاشتباكات الدامية بين أرمينيا وأذربيجان، دعا المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي إلى ضرورة عودة القنوات الدبلوماسية والعسكرية لحل الأزمة. We've long said, but it remains, I think, important and it needs to be said again, that there can be no military solution to this conflict. We urge restraint from any further military hostilities. We also encourage both governments to reestablish direct lines of communications across diplomatic and military channels and to recommit to a diplomatic process to resolve the crisis.